يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأشخاص عندما تكلفه بعمل ما وتحرصه على هذا العمل يقول وكل الله، وقصده من هذه الكلمة أنه سوف يقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لا بأس به، وكل الله يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وهو التزام من الشخص، فلا بأس بذلك. نعم.